السلام عليكم، هسه راح نبلش حل أسئلة على موضوع الـ Air Pollution. حل أسئلة كثير بسيط ما فيها حل، كله حفظ. خلينا نمشي أول وأول. Which of the following statement is not true about photochemical smoke؟ قل لي NO2 play negative role in formation of ozone. أكيد الـ NO2 destroy ozone، NO create لا NO2 create ozone والـ NO destroy ozone، فبالتالي هاي not true. في عدة Which of the following statement is true about the Earth's atmosphere؟ كل جملة صحيحة في الـ Earth's atmosphere. بقول لي atmosphere is a sub-layer that has an ability to reflect radio waves back to Earth and occur in mesosphere. لا occur in thermo، هذا اللي ركزنا عليه، هاي خطأ not true. بقول لي ozone may occur in tropo and strato، صح ممكن تحدث في التروبو، هاي في كلمة may and strato. And the temperature is usually decreased with elevation. صح، كمان بزيد. كل ما زدنا هاي. More than 95% of mass of Earth atmosphere occur in troposphere. لا، هو بحدث بس 85%. 95. Thermosphere extend from 40 إلى 90 كيلومتر. لو تروح على المنحنى بتلاقيه من 40 إلى 90 كيلو. In 1999, من دانت on CA include all of the following effects. بتفوت على موضوع الريك الستاندرد والتشريعات، تلاقي الجواب انه ما في كلين اير ميركوري. هيدروجين اوكسيد فورمد اكوردنج تو ذا فولوينج ايكويشن از نون از اير بلس هيت ان او اكس. شو الناتج بيطلع الان او اكس؟ هذا شنو هو؟ ثيرمال. ليش؟ لانه في هيك في اش وفيول، نحكي فيول او اكس. ايش اوف ذا فولوينج ستيتمنت از نوت ترو اباوت اوزون ديبليشن؟ طلع هذا السؤال كثير بحير، وفي خيارين قريبين منهم، ولكن الجواب صح شفناه هو ها. انه هو وهذا النت ترو. ليش؟ انه هو ما بيطلع فري فلورايد فري راديكال، لا هو بيطلع كلوراين فري راديكال، معناته الباقي صح. الالترا فايولت هيلبس ان بيلد اب، هي بتعمل بيلد اب للاوزون لاير. الكلورو فلورو كربون رياكت وذ في والريزلت ان كرييشن اوف فلورايد فري راديكال، لا قلنا كلوراين، معناته هي الغلط. فري اون غاز از سبستنس فروزنج اوزون لاير، هاي ما بعرف شو معناته، عشان هيك كنا محتارين فيها. اوزون لاير از يوجوال ديسترويد ناتشرالي باي الترا فايولت راديشن. فري كلوراين اتوم كان سترونجلي ديستروي ذا اوزون، اكيد. Heating of the thermosphere is due to absorption of solar energy by atomic oxygen. وهي ركزنا عليها. Oxygen, carbon dioxide concentration in air versus energy photosynthesis and respiration. التنفس والبناء الضوئي، وهذا اشي حكينا عليه كثير. هون find resistance time of a spherical particle having a diameter كذا، density كذا، the vertical 900 متر، مثل السلايدات. U تساوي كذا، U بتساوي دي تربيع في رو في جي 18 في ميو، ثاني الناتج النهائي بقسمه الفيلوسيتي. شو بده؟ التايم. ايش بعمل انا؟ اقسم على السرعه، 900 على السرعه اعطيني هذا الجواب. هون ان انجن بيرنينج 40,000 متر تكعيب غاز بير داي، هاو ماتش سي او 2 ايميشن ويل بي ريدوست ان يوزنج ويل بي ون يوزنج كنترول اكويفمنت with reduction efficiency. في هون كلمة reduction أنا نسيتها، 90% has burned. Removal efficiency راح تكون هي كاملة 0.9، هي راح تكون 0.9 في الرقم هذا في الاكتيفيتي يطلع مع 280.8. وأصلا لو عوضت 0.9 مش 0.1، يعني عوضت هاي 1 ناقص 0.9 ما بتلاقي بالخيارات. Photochemical smoke problem is most associated with excess release of VOC and NOx. أكيد نحن حكينا عنها، وفي sunlight طبعا. Serious amendment was made on the CEA in 1970 to establish an AQS. هاي بالتشريعات. Main emission source of carbon monoxide is motor vehicle. وهي حكينا عنها. هون a particle with diameter of 0.025 millimeter and density 1400 has been burned. height of 6000. بقول لي كم resistance time؟ بحكي له resistance time بتساوي المسافة اللي هي 6000 على ايش؟
على الـ velocity بتطلع معي 2.5 day. The atmosphere layer that can reflect the radio wave backs is ionosphere. ما احنا بنعرف عنها انه الاينوسفير اللي بتعمل هاي. More than 80% of mass of the atmosphere is troposphere. حكينا عنها بالحفظ. وهذا concentration of 4000 ppmv CO2 is equivalent to. ايش انا بدي اوجد؟ اوجد بالمليغرام لكل لتر. ايش بعمل؟ حكينا بنضرب بالمليكولار ويت وبنقسم على الفوليوم. وهيك ان شاء الله خلصت كل الاسئله اللي بتخص الاير بوليوشن. أعطيكم ألف عافية وانتهى هيك مساق الهندسة البيئية.